غادي نقدم لكم واحد الدرس او ما يسمى بعد القواعد اللي غنستعملوها في المحور ديال الميكانيك اللي كتعرفوا كما كتعرفوا الميكانيك كيتعامل مع اصعب الاجزاء اللي كاين في البروغرام ديال البكالوريا بالنسبه للعلوم الفيزيائيه والعلوم الرياضيه وحتى العلوم الحياه والارض والتكنولوجيا. لهذا ارتأيت انني ندير هذا الفيديو نشرح فيه بعض التقنيات الاساسيه اللي يمكن نتفادوا بهم اننا نتعرف اخطاء في الميكانيك. واول حاجه غندير هو الاسقاطات. اول فقره هي الاسقاطات. غنبداو بعدا نعطيكم تعريف ديال شنو هي متجهه في معلم. مثلا في معلم ار او اي جي كنعرفوا حنا كل متجهه عندها مثلا متجهه ا بي عند الاحداثيات ديالها هما اكس بي ناقص اكس ا حسب دي زائد ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا حسب جي. يعني كل متجهه عندها احداثيات. اذا متجهه اي هي متجهه في هذا المعلم المتعامد المنظم ار او اي جي. يعني الى خدينا اي عندها احداثيات حسب هذا المعلم. دونك الاحداثيات هما اي اكس و اي ايغريك. اذا هذه المتجهه اي عندها احداثيات هما اي اكس حسب اي زائد اي ايغريك حسب جي. مع اسقاط ديال المتجهه في معلم دابا الان غندوزو كيفاش نحددو الاحداثيات ديال هذه المتجهه في المعلم. اذا اول حاجه غنديرو هو الاسقاط ديال هذه المتجهه اف ان في المعلم. دونك غنديرو الاسقاط من الاصل ديال المتجهه ونديرو الاسقاط على المحور ونديرو الاسقاط من الطرف ديال المتجهه. اذا عندها اسقاط بيننا عندنا اسقاط على اكس. اذا عندها اسقاط في اكس بينما الى درنا الاسقاط على المحور او ايكغي كتبان لي ان عندها نقطه وكيكون زاويه قائمه. اذا على ايكغي اذا بغينا نكتبو المتجهه ديال اف ان في المعلم هي اف اكس كتساوي اف انها نفس الاسقاط وبالنسبه لاف ايكغريك كتساوي صفر لانها كونت زاويه قائمه. الى خدينا بعد امثله اخرين مثلا ناخذ واحد المتجهه اخرى هي اف دو. اف دو طالعه متجهه نحو الاعلى. الى درنا لها الاسقاط غادي نلقاو ايكغريك عندها اسقاط في ايكغريك ومع اكس متعامده. اذا الاسقاط ديال اف دو غيكون هو على اكس اف دو اكس كتساوي زيرو لانها متعامده معها ومع اف دو مع ايكغريك كتساوي هي اف دو. اذا ناخذ مثال اخر مثلا عندي واحد المتجه نحو الاسفل اف كات. اذا درنا لها الاسقاط على اكس كتكون زاويه قائمه. اذا ما عندهاش اسقاط على اكس يعني اف كات اكس كتساوي زيرو و اف كات ايكغي كتساوي ناقص اف كات. علاش؟ لان الاتجاه متعاكس مع المعلم مع المحور او ايكغي. اذا دابا حنا باقين في الاسقاطات ولكن دابا الى مشينا شي خلينا متجهه مائله بزاويه بالنسبه للمحور اكس ولا ايكغي. اذا هنا غادي نحتاجوا بعض القواعد ديال الحساب المثلثي. بعض القواعد ديال الحساب المثلثي واللي هما معروفين هو الكوس والسين. حنا كما كنعرفوا اذا كان عندي مثلث قائم الزاويه وبغيت ناخذ هذه الزاويه الفا بغيت نسمي هذا المثلث هو ا بي سي وبغيت ناخذ الكوس ديال هذه الزاويه الفا. حنا كنعرفوا ان الكوس ديال شي زاويه هو الضلع المحادي للزاويه. يعني في هذه الحاله هو ا بي على الوسط ا سي. اذا القاعده هو المحادي الضلع على الضلع على الوسط. تفقان الى بغينا السينيس ديال هذه الزاويه هو في من كتشوف الزاويه الفا كتشوف في الضلع بي سي. الزاويه الفا كتشوف في الضلع بي سي. اذا هو المقابل على الوسط. اذا هو الضلع المقابل على الوسط. هذه القواعد ولا بد وضروري انك تكون كتعرف في الاسقاطات ضروري خصنا نستعملوا بعض القواعد ديال الحساب المثلثي واللي هما كما معروفين جوج القواعد اللي كنخدموا بهم هما الكوسينيس والسينيس.
الا خدينا هاد المثلث اللي قدامكم القائم الزاويه ا بي سي ولا بغينا ناخذ الكوس ديال الزاويه الفا دونك الكوسينوس هو الضلع المحادي للاصق في الزاويه على الوسط. اذا هذا هو الضلع المحادي على الوسط. بالنسبه للسينوس هو الضلع المقابل على الوسط، يعني فين كتشوف الزاويه على الوسط. بالنسبه لنا في هذه الحاله ناخذ زاويه المتجهه مائله بزاويه بالنسبه للمحور او اكس. اذا كيفاش غادي نمثل ليا ندير الاسقاطات ديالها في المعنى؟ اذا غنشد الاصل ديال المتجهه غندير الاسقاط على المحور اكس على المحور او اكس، غنشد الاصل الطرف ديال المتجهه وندير الاسقاط على المحور او اكس. بالنسبه اذا عندها اسقاط غنسميو على اكس هو اف 5 اكس. نشدو الاصل ديال المنتج ونديرو الاسقاط على المحور او ايكغيك هو الطرف ديالها. اذا غيكون عندها اسقاط على او ايكغيك غادي نسميوه اف 5 ايكغيك. ولكن لو بغيت نجبد الاحداثيه ديال اف 5 اكس و اف 5 ايكغيك خاصني ندير الازاحه. غادي نشد هاد المنتج اف 5 وندير لها الاكس ندير لها الازاحه باش تولي هنا هي اف 5 اكس. من بعد غنشد هاد المتجهة اف 5 ايكغيك وندير لها الازاحة هنا هاهي اف 5 ايكغيك. اذا دابا غادي نجبدو الاحداثيات. ناخدو اف 5 وندير لها الاحداثيات ديالها بعد ما درنا لها الاسقاط هي اف 5 اكس و اف 5 ايكغيك. لاحظوا معايا مزيان كيفاش يمكن ليكم تغلبوا على المشكل ديال الكوسينوس والسينوس. اف 5 هو هذا اف 5 اكس الزاوية لاصقة فيه. دونك إذا كان عندك الزاوية لاصقة في المتجهة إذا كتكون قوس هي اف 5 في القوس ديال الزاوية الفا. بالنسبة للإكغيك غادي نشوف الزاوية كتشوف في اف 5 إكغيك أوتوماتيكمون غادي تكون سينيس. إذا هي اف 5 سينيس الفا. بعد ما شفنا في الفقرة الأولى كيفية الاستعمال وكيفية إسقاط المتجهات متجه في معنى متعامد ومنظم، الآن غادي نمرو للقوى، أنواع القوى اللي غادي تشوفوهم هاد العام، بالخصوص عندنا ثلاثة القوى، جملة قوتين هي بي وزن الجسم وآر تأثير السطح، دونك حاليا غادي ندرس معاكم بي وزن الجسم، إذا غندوب أول متجهة وهي متجهة الوزن بي، وغادي نمثلوها في ثلاثة المحاور، ناخدو مستوى أفقي مائل بزاوية، غنسميوه أ بي. وغناخدو مستوى افقي نسميو بس. اذا غناخدو هنا في المستوى افقي واحد الجسم وهنايا جسم. كما كنعرفو ان متجهه الوزن بي هي كتمثل من مركز قصور الجسم جي، وخط تاثيرها هو خط الراكسيمار من جي وعمودي على السطح الافقي كنمثلوها بي. كذلك بالنسبه لهنايا بي طيب. الآن سوف نمر إلى إسقاط المتجهة بي في المعنى، وبصفة عامة نصيحة هادو ما غاديش يتبدلوا، هاد الإسقاطات غيبقاو ثابتين في أي وقت في أي زمان في أي مكان إلا ضبطتهم معاك. إذا الآن غادي نمر للإسقاط ديال متجهة متجهة الوزن في المعنى بي إي جي. دونك غادي نكتبو بي هي بي إكس بي إكغيك. كيما كيبان لكم أن بي راه هي عمودية على المحور بي إكس، يعني الإسقاط ديالها على بي إكس هو صفر، وعلى بي إكغيك كتبان لنا أنها متعاكسة معاها، إذا هي ناقص بي. وكما نعرفوا أن بي هي ما هي إن فوا جي، وهذه الإسقاطات بصفة عامة، إذا الإسقاط على إكس هو صفر وعلى إكغيك هو ناقص إن جي. الآن غادي نمروا للحالة الثانية وهي انزلاق جسم صلب على مستوى افقي مائل بزاويه. هنا غادي نديرو الاسقاطات وهذه مهمه باش تفهموا الاسقاطات ديالو. المهم خصكم تعرفوا ان هذه الزاويه الفا هي نفسها اللي كيكونها تتكونها المتجهه مع هذا المستوى مع هذا المستقيم المنضمي هي الزاويه الفا. اذا غادي ندير الازاحه ديال هذا المحور وتولي الازاحه غتمر من مركز القصور يعني بحال هكا هذا هو اكس. اذا غنديرو الإسقاط هنا غتولي عندي هذه هي بي إكس، غنديرو الإسقاط هنا غتولي عندي هذه هي بي إكغيك. نظرا للصعوبة باش تعرفو، ولكن أنا غنقتصر عليكم واحد الطريقة، غنشدو هذا الجسم وغادي نعوجو بحال
الحرب يولي على شكل مستوى افقي. الى هذه الحاله بالنسبه لي ان بي ميل بحال هذا هو هذا المستقيم وغادي نسميو هذه الزاويه الفا، هذه هي ا، هذا هو المحور اكس وهذا هو المحور واي. اذا غندير الاسقاط على اكس، اش غادي ندير الاسقاط؟ غتعطيني هذه المتجهه، دونك هذه هي بي اكس، هذه المتجهه هي بي واي. إذا بغيت بي اكس اش كتبان ليا؟ هاد الزاوية كتشوف بي اكس، إذا غادي تكون سينيس. إذا بي على بي اكس غتكون دائما 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 هي ام جي سينيس الفا. وهنايا بما أن بي اكراي متعاكسة مع المحور، أوتوماتيكمون غتكون هي ناقص ام جي كوس الفا. غادي نعطيكم واحد التقنية باش تعرفوا علاش على مستوى افقي كتكون بي اكس ايكال زيرو. علاش؟ لان الزاوية على مستوى افقي كتكون كتساوي زيرو. حنا كنعلمو ان السينيس ديال زيرو هو زيرو والكوسينيس ديال زيرو هو واحد. علاش كنلقاو ان على مستوى افقي بي اكس كتساوي زيرو وبي ايكغي كتساوي ناقص ان جي؟ لان الكوس ديال زيرو هو واحد والسين ديال زيرو هو زيرو. من بعد ما شفنا الاسقاطات ديال المتجهات وسط الجسم، دابا غادي نمروا لواحد المتجهه القوه سميتها تاثير السطح، وهي اللي كتخلق مشكل كبير بالنسبه لجميع التلاميذ تقريبا. اذا انا من خلال هذه الفقره غادي يمكن ليا يمكن بعض منكم يتجاوزوا هذه ان شاء الله. اذا الان غادي نمروا لهذا الار. كما كتعرفوا راه هي تكون من مركبتين ار تي، المركبه المماسيه، وهذه اللي غادي نشرح لكم هذه المركبة المماسية. خصكم تعرفوا أن المركبة المماسية، إذا غندوزو دابا كيفية تمثيل آر تأثير السطح في حالة وجود احتكاكات. عقلوا معايا مزيان، إلا قلنا وجود احتكاكات يعني آر تي تخالف الصفر. إذا في هذه الحالة غنرسمو الشكل ديالنا مثلا، وهي خصكم تعرفوا إلا كانوا احتكاكات دائما كيكونوا عكس منحى الحركة. إذا ناخذ واحد نقطة التماس، هذه كنمثلوها هي ار تي، وهنا غتكون ار ان. ار ان دائما عموديه على المستوى او على مستوى التماس. بما ان عندي مجموع متجهتين، حنا كنعرفوا ان مجموع متجهتين هو ضلع متوازي الاضلاع. هذا الرسم ار، الزاويه هذه كتسمى زاويه احتكاك الساكن في. اذا درنا الاسقاط ديال ار، وكان عندي هذا هو المحور اكس وهذا هو المحور إكغيك، هادو اللي غنعطيكم بصفة عامة، أنا كنعمم. دونك غتكون آر إكس و آر إكغيك. بالنسبة لآر إكس كتبان لكم أنها كتساوي هي آر تي ناقص آر تي، وبالنسبة لآر إكغيك كتبان لكم هي آر إن، لأن هادي هي آر، لو درنا الإسقاط غتكون هادي هي آر إكغيك، وهادي غتكون هي آر إكس، غتساوي هي آر إن. إذا لو غنحسبو شدة أو لو غنحسبو الشدة ديال تأثير السطح كتكون هي آر تي أو كاري زائد آر إن أو كاري. حدو مع هادي بزاف، حدو مع هاد بزاف. إلا قال لكم حسبو شدة تأثير السطح، دائما خصكم ديرو الإسقاط على إكس والإسقاط على إكغيك. دابا ندوز للحالة الأخرى في غياب الإحتكاكات أو الإحتكاكات مهملة. في هذه الحالة كتكون ار تي ايكال زيرو، هنا غتكون اكس هنايا. ناخذ الجسم، كتبان لي ان تكون ان ار كتساوي لي ار ان. في هذه الحالة غادي نلقاو ان ار تأثير السطح على ار اكس كتساوي زيرو وعلى ار ايكغي كتساوي هي ار. تمام، وبالتالي في هذه الحالة ار كيساوي لي هو ار ان. الى هنا انتهى الدرس ديالنا ديال الاسقاطات، وعرفتكم بعض القوى الاعتياديه. الى الحصه القادمه ان شاء الله مع درس اخر ان شاء الله.